مرحب فيكم مشاهدينا الكرام وحلقة من حلقات برنامجكم الجماهير الرياضي وراهم شو على شاشة تلفزيون الرايم. متواصلين معاكم في هذا البرنامج وأجوانا الجماهيرية وأجوانا المثيرة، كلام الجماهير وتقاريرنا المنوعة اللي دائما نستطلع فيها رأي الفنانين واللاعبين وأجواءهم الرياضية. فقراتنا كثيرة في وراهم شو، نروح معاكم ونشوف أبرز فقراتنا اليوم ونرجع لكم. الزعيم العربي عرفناه وراح يتم الزعيم والزعيم. الزعامة ستؤكد السنة، احنا اكثر منهم بطولات. طفنا من العرب اليوم لي كلمة مع الاندية ان شاء الله. طبعا انا قدساوية احب القادسية وايد، هو صدق حكم شغلي انه ما اتابع مباراة وايد وكذي، بس عشقي القادسية. فولو مي مراكم شو معنا بحاجة. معاكم المذيع عدي صيفي من برنامج وراهم شو. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، واكيد بعد ما شفتوا استعراض فقراتنا اليوم في وراهم شو، طبعا ضيوفنا اليوم راح يكونون ان شاء الله هم من الجماهير، راح ينورونا طبعا رابطه القادسيه ورابطه العربي ورابطه نادي السالميه، اكيد منورينا في الاستديو. بعد شوي راح نعيش معاهم الحوار، هالمره مو بالملعب، لا في ملعبنا في وراهم شو. ايضا عندنا فقره تعودتوا عليها مشاهير شو، عندنا الفنانه شوق راح تتكلم لنا عن ميولها الرياضيه، واكيد عندنا فقره ايضا من الاسبوع الماضي طبعا بلشت معنا هذه الفقره وهي فقره مذيع اكسترا، وكالعاده لاعب يعمل لقاء مع لاعب، يعني نوع من انواع التغيير بالنسبه للقاءاتنا مع اللاعبين. ولكن تقريرنا الاول في حلقتنا اليوم راح يكون على الملكي القدساوي نادي القادسية، وطبعا يعني القادسية وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي وهذه الثالثة، وبإذن الله سبحانه وتعالى الثالثة أكيد بتكون ثابتة للملكي القدساوي. أكيد الكل، كل جماهير كرة القدم الكويتية أكيد مع الأصفر القدساوي. كانت لنا جولة في نادي القادسية مع لاعبين نادي القادسية، لمسنا التفاؤل ولمسنا يعني الإحساس والمسؤولية أمام الجماهير الكويتية اللي أكيد طالبهم في كأس الاتحاد الآسيوي. نروح معاكم ونعيش هذه اللقاءات مع اللاعبين القدساويين، نرجع لكم في وراهم شو. أصفر عيون الكاس ما إله إلا أنت، خليتهم يحلمون. يا جميلة من عامر لنعنزي لعامر، حطها بالجول حطها بالجول. الله 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 الله، راميريز هذا هو راميريز الكرة الكويتية، عامر المعتوق. معنا نجم نادي القادسية المدافع عامر المعتوق، وطبعا الحمد لله على السلامة، ما تشوف شر، إصابة مفاجأة ان شاء الله تلعب. ان شاء الله باذن الله. الله يسلمك اول شيء، ويعني اصابه مفاجاه نفس ما قلت، لعبت مباراه بسيبورا اللي طافت وكان في تجمع دم، ويعني تحاملت على نفسي شوي وما يعني زادت علي، والحين اتحمل النتيجه يعني، وان شاء الله قاعد اخذ علاج مكثف ان شاء الله والحق على النهائي باذن الله. ان شاء الله تلحق يا رب وتدافع كما عهدناك. قول لي
مضغوطين من الجمهور، الكل يبي الثالثة دائما شنو؟ ثابتة مع الملكي ولا لا؟ أكيد إن شاء الله نبي دعوات الجمهور يعني وإن شاء الله يعني نوعدهم بالبطولة هذه، يعني كل مرة قاعد نوصل ونخيب ظنهم، كل مرة نوصل ونخيب ظنهم، لكن هالمرة على قولتك الثالثة ثابتة بإذن الله إن شاء الله. الأنصاري صوب، الأنصاري جول، قلت لك يعود الأنصاري ويحب أيضا شعار القادسية، وفرح لي الأنصاري بالعودة لمستواه من خلال هذه المحاولة والتسديد والتصويب، وبالتالي الهدف الأول يأتي في هذه اللحظات في دقيقة 28 لنادي القادسية من خلال اللاعب فهد الأنصاري. معنا طبعا نجم نادي القادسية في هذا الموسم الكابتن فهد الأنصاري، والمستوى الحلو والجمهور راضي عليك والامور طيبه، وان شاء الله نرضى عليك زياده، نبيك اساسي ان شاء الله. اول شيء بسم الله الرحيم، طبعا يعني انا كل موسم كل لاعب يطمح انه يكون يعني يوري الجمهور كل ما عنده، وانا واحد من اللاعبين اللي اطمح ان شاء الله بكل موسم اكون افضل الموسم اللي قبله، وانا قلت لك واحد يعني من كتله من فريق القادسيه، وان شاء الله يعني الأداء مثل ما تقول أنت الناس راضية عني، إن شاء الله يعني أوجد ثمار هذا المستوى في النهاية اللي صراحة ننطر احنا يعني من أيام. صحيح، صرتوا خبرة الحين، هذا ثالث نهائي مفروض هذا ثالث نهائي، وطبعا الكلام هذا كلام يعني مو صحيح ثالث ثابت ولا هذا، لكن أقول لك خبرة القادسية من قبل أن نوصل هذه، احنا يمكن خبرة أكثر من نادي أربيل، وصل لعبنا دور الراسية، وصلنا لدور قبل النهائي، وصلنا دور الثمانية، اتوقع انه ما في اي عذر لنا ان شاء الله بهالبطوله. كلنا ندعي لكم طبعا. متفائلين ولا لا بصراحه؟ اكيد متفائلين. ان شاء الله الكاس راد الكويت ان شاء الله باذن الله. اقرب لها عبد العزيز يعليها بلوب، الله وطلع دور سعود المجمد. معنا كابتن سعود المجمد، وكل مالنا معاكم، كل دعواتنا وياكم، الكل في هالايام مشجع القادسيه طبعا، وهذا النهائي الثالث، شم عزمين شناوين؟ والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هذه على قولتهم ثالثة ثابتة، مرتين تأهل النهائي وما حلفنا الحظ، نسعى إن شاء الله للحصول على اللقب إن شاء الله، وعسى الله يسهل علينا إن شاء الله، ودعواتكم يا أهل الكويت إن شاء الله في تحقيق الكاس بإذن الله إن شاء الله. دائما إحنا نقول القادسية أكبر من هالبطولة، بس عاد شلون تثبتون هالكلام تأخذون الكاس؟ بإذن الله. والله الشباب بالأمانة يعني مجتهدين، المعنويات مرتفعة، ويعني نبي الكاس بأي طريقة إن شاء الله، صار ما فينا صبر ننطر ليوم السبت أصلا. صحيح. فبإذن الله إن شاء الله نتوج باللقب بإذن الله إن شاء الله. يا رب موفقين أجمعين. رجعت والله يا بطل، بكيت يا الأصفر عيون، الكاس ما له إلا أنت خليتهم. صالح الشيخ يمر، صالح الشيخ أول جول، هذا جول أنا كابتن نادي القادسية كابتن صالح الشيخ، حياك الله معنا يا ابو صلوح، واكيد كل الكويت يطالبونكم هالمره، نبي النهائي، نبي كاس اسيا. بسم الله الرحمن الرحيم، اكيد هذه مباراه مصيريه بالنسبه حق نادي القادسية وجمهور نادي القادسية، احنا اللاعبين على تركيز عالي، وان شاء الله باذن الله تكون الثالثه ثابته. هالبطوله محقناها من قبل، وصلنا النهائي مرتين، خسرنا بالنهائي وسابقا خرجنا ايضا مرتين بالركلات الترجيحيه، وهذه ان شاء الله ما راح نفرط فيها، وتركيزنا عالي باذن الله نفرح يوم السبت، نرجع للكاس نفرح الجمهور. بصراحه متفائلين، يعني اللعبه بالامارات ويعتبر ابيل هو المضيف الملعب. والله شوف احنا دائما متفائلين، سواء وين تكون باللعبه احنا متفائلين، سواء كانت بالاردن او بدبي او بالكويت او غيره، احنا داشين اللعبه تركيزنا عالي، متفائلين بالفوز باذن الله. القادسيه يلعب برا احسن. والله القادسية ان شاء الله يلعب كل مكان زين، بس برا لان الملاعب افضل برا، فاللاعب يبدع برا اكثر من بالكويت لان الملاعب تكون احسن. موفقين يا جماعه ان شاء الله. محمد امان كره معاه، محمد امان الحبيبي ايضا الهدف السادس الحبيبي يا حمد امان، انفرد الوحده العجيبه دقيقه 57.
في الدقيقة شوف اللعنة شوف اللعنة شوف 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 توقع انه يباصيها ولكن لعبها بالقدم بظاهر القدم شوف شوف لعبها بظاهر القدم شوف بظاهر القدم الله 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 الله. معنا طبعا الكابتن حمد امان الفنان اللي دائما الناس يطالبون فيه في الملعب، هالمرة احنا بنطالبك كأس اتحاد الاسيوي، هذه الثالثة وهذه سنة ثاني سنة لك مع القادسية. اي ثاني سنة. ثاني سنة ان شاء الله نبيها. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني احنا نتمنى ان شاء الله قطعنا مشوار طويل. عندنا مباراة النهائية هذه ان شاء الله نتمنى ان ناخذ البطولة، وكل جماهير نادي القادسية تطمح ان تاخذ البطولة وناقصتنا هالبطولة. نتمنى وقفة الجمهور ويانا ان شاء الله، وان شاء الله ما راح نقصر وياهم. ان شاء الله يا رب، صراحة الكل متفائل ها؟ والله كل جمهور الكويت متفائل، يعني القادسية مثل الحين حاليا مثل الكويت، وان شاء الله ان نأدي كل اللي علينا ان شاء الله ان نحقق البطولة. ودك تلعب هالمباراة؟ اكيد منو ما وده يلعبنا كنهائي اتحاد اسيوي يعني بطولة تاريخية وتسجل حق اي لاعب من لاعبي النادي الراسي. الكاس ما له الا انت خليتهم في يحلمون فدعت والله يا بطل فكيت يا الاصفر. هذه تسديدة الله 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 يا ضاري الله يا ضاري سعيد وانت سعيد واسعدت جمهور القادسية انت سعيد واسعدت جمهور القادسية بالهدف الثاني. معنا الكابتن ضاري سعيد طبعا مدافع نادي القادسية، واكيد الكل مع القادسية والكل متفائل وان شاء الله يعني كلنا تفاؤل عاد نرد بالكاس. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، جاهزين بهالمباراة جاهزية 100% وان شاء الله يعني احنا ان شاء الله متفائلين ان شاء الله تكون يعني ثالثة ثابتة، ونتمنى يعني مؤازرة الجمهور الكويتي ككل، وان شاء الله نتوافق. ناس متعنين وراكم مسافرين ما عندهم اي مشكله، دائما ورا الاصفر وهالمره الكل يعني القادسيه الجمهور القادسيه وفي وكل مباراه يكون موجود، وان شاء الله يعني نبي الدعم من الجمهور الكويتي كامل يعني ان شاء الله. شو يوصلكم الناس؟ نبي الكاس، نبي الثالثه، ثالثه ثابته، الكل يبي الثالثه، احنا نبيها احنا محتاجينها اكثر من الجمهور، فان شاء الله نثبت حق العالم كلها ان قادسية حق هالبطولات قادسية ملك بهالبطولات. موفقين يا رب ان شاء الله. الله القحطاني المدافع الايسر. معنا الكابتن خالد القحطاني لاعب ومدافع نادي القادسية، متفائلين ان شاء الله. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على التغطية هذه حق الفريق نادي القادسية. تدري نادي القادسية الحين مقبل على النهائي، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن واحد أحد إنه يكون من المراكز الأولى على أتم الاستعدادات حق النهائي إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. قول لي الكل يطالبكم كل يبي الكاس هالمرة الثالثة إن شاء الله، مثل ما تقول حتى حاطين هاشتاج الشباب بتويتر وبإنستغرام، فأتمنى الهاشتاج هذا يكون في محله. الأمانة إحنا نطالب الجماهير يعني بالحضور، هذا يعني ما واجب، وان شاء الله باذن واحد احد بنشوف في اخر الملعب على الاقل نبي نشوف بس في لون اصفر واسود ان شاء الله باذن واحد. تسجيل هدف ثاني للقادسيه اللي لعبها له سيلفا اللي هو هذه الكره مع دانييل والكره معاه ودانييل دانييل شو تسوي؟ دانييل شو يسوي؟ دانييل مشى فيها مسافة قطار. Of course, we are well. We are prepared for the game, and we will go there with highly motivation to take the Asia Cup back to Kuwait. Follow me. Marakum show. Meine Pan. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد ما شفنا لقاءاتنا مع لاعبي نادي القادسية، وبإذن الله سبحانه وتعالى أكيد كل الدعوات للملك القدساوي بالتوفيق إن شاء الله، ورجعون بكأس الاتحاد الآسيوي اللي ما هو غريب على أنديتنا الكويتية وسبق لنادي الكويت تحقيق هذا الكأس، وإن شاء الله يا رب كلنا أمل بالقادسية ونجوم القادسية. دائما أنا أقول القادسية لعب برا أرضه بشكل مميز، وأتوقع بإذن الله سبحانه وتعالى
يردون بالكاس. طبعا ضيوفنا اليوم هم نجوم البرنامج اللي دائما تشوفونهم معنا في لقاءاتنا في الملعب، وطبعا اليوم حاضرين معنا رابطة القادسية ورابطة العربي وأحد جماهير العربي وأحد جماهير القادسية، وطبعا رئيس رابطة نادي السالمية، وطبعا كان ودنا ان احنا يكون معنا رابطة نادي الكويت، ولكن كلمنا الاخوان في نادي الكويت. ونشكر طبعا المركز الاعلامي في نادي الكويت الاخ عبد الرحمن الانصاري، عندهم تغييرات في الرابطة السابقة، ويعني على ما يسوي الرابطة الجديدة ان شاء الله احنا مستمرين واكيد بكلنا لقاءات ثانية معهم. نبدي في اليمين طبعا هيثم السني، حياك الله معنا رئيس رابطة نادي القادسية، حياك الله معنا يا هيثم في وراهم وراهم شو في الاستديو هالمرة. مشكورين، نشكركم على الاستضافة وقواكم الله ومشكورين. حياك الله. وايضا معنا طبعا جاسم الباوي رئيس رابطة نادي العربي، حياك الله معنا يا الباوي. الله يحييك، طبعا نشكركم على الاستضافة هذه، وطبعا اتمنى تقول العرباوي المتصدر الزعيم طبعا. بشير قوي العرباوي. إيه هذه الامور دائما يعني المفروض لازم نقول رئيس رابطه المصدر بعد صدق مصدرين صح ولا لا مصدرين. ايضا طبعا من اليمين يا جماعه شوفوا عطنا مخرجنا حسين ابو علي، عطنا كلوز حق هالعرباوي اللي هناك، هذا صاحب الرقصه الشهيره في وراهم وراهم شو، وطبعا حبيب غلوب حياك الله معنا في وراهم وراهم شو. الله يحييك. الاجواء تخرع هني مو نفس الملعب ها. وسعيد الله يحييك ان شاء الله، وامسي عليك وعلى الاخوان وعلى المشاهدين الكرام. حياك وانا شاكر لك على البرنامج هذا وتوفيق حق الجميع. حياك الله يا رب ان شاء الله. ومعنا طبعا الاخ عادل العنزي رئيس رابطه نادي السالميه، حياك الله يا ابو عدله ومبروك عليكم الصداره فارغ الاهداف. مشكور بسعيد، وامسي عليكم ومسي على اخواني الحاضرين مساء على مشاهدينا. حياك الله. معنا ايضا طبعا هذا المشهور قد ساوي المشهور ابو مصباح، صاحب اطول مصباح في الكويت وفي المدرجات، محمد الكندري ابو خالد، حياك الله معنا في وراهم وراهم شو. الله يحييك يا ابو سعيد ومشكور على الاستضافه، وانا مثل ما تفضلوا اخواني العرباويه والسلماويه ان مبارك لهم على الصداره، مبارك لكم على الصداره احنا مؤقتا، بس العبره بالنهايه، والقادسية راح يبين إن شاء الله بالنهاية من القادسية، وأتمنى أنكم راح تباركون لنا مثل ما باركت لكم أنا مؤقتا. حب زين، هذه دبلوماسية مبكرة. نرجع لكم طبعا، أول شيء يعني أكيد كل بنياتنا حق القادسية إن شاء الله بأنه يكون نهائي مميز. على عجالة ترتيباتكم حق النهائي، في أندية بيروحون معاكم، في رابطات بتروح معاكم، قل لنا هيثم. والله لحد الحين احتمال يطلع معنا الأخ جابر أشكناني حلو من رابطة العربي حلو يكون معنا، للحين هو الوحيد اللي راح بس كتجهيزات، احتمال طبعا جاسم الباوي بس للحين ما رتب اموره ما اعطانا خبر. اوكي، في ترتيبات طبعا للمباراه، في جماهير تقريبا فوق 240 تقريبا طالعين عن طريق الجو، غير الناس اللي رايحين عن طريق البر، غير رابطه المشجعين حل. اللي راح يطلع قبلهم يوم الجمعه، واحنا راح نطلع عن طريق البر يوم الخميس، واللي نبي شيء واحد من اهل الكويت كلهم بشيبانهم بعيايزهم صغارهم كبارهم ريايلهم حريمهم، دعوات من القلب حلو عشان الله يوفقنا ان شاء الله. ونرجو الكل، المباراه ما انتهت عشان البعض يحتفل من الحين ويقول اكيد، وهذا غلط وهذا غلط صحيح. نبي التركيز والهمه من الجهاز الفني الاداري لتجهيز اللاعبين لها المباراه ودعوات اهل الكويت واحترام الخصم طبعا، وهذا اللي لمسناه صراحه من اللاعبين القادسيه، احترام الخصم التفاؤل ان انت تثق بنفسك مو مشكله، ولكن لازم ايضا تكون يعني فريق اربيل ترى فريق مهم، لان الرياضه تعطي اللي صحيح. يعطيها الكره صحيح. تحترم اللي يحترمها صحيح. صحيح. واحترم خصمك، يعني احترمت الكره ان شاء الله الله يكتب لنا اللي فيه الخير هل. بدعوات اهل الكويت كلهم، لان احنا نمثل الوطن كله. الله يوفقكم يا رب ان شاء الله. لاول مره راح تشجع القادسيه صح؟ لا، شجعنا القادسيه قبل هالمره في مشاركات خارجيه اوراوا مع اوراوا صحيح، وايضا حتى في مباريات ثانيه مع الحد البحريني، يعني ما نبخل يعني حتى اخوي هيثم سواء رابطه القادسيه، اذا ما حضر هيثم كانوا يحضرون بعض الشباب من رابطه القادسيه، يعني حتى لو احنا ما حضرنا في البطوله العربيه في كانوا موجودين، يعني حتى لو ما حضرنا في يعني مثلا من يمثل يعني رابطه العربي، احنا طبعا امنياتنا ان شاء الله بدعوات القادسيه انه يحقق البطوله اللي اعتقد انه يعني اكثر جماهير القادسيه محتاجه هالبطوله هذه، لان كون القادسيه وصل لاكثر من مرحله في هذه البطوله لكن ما حقق هالانجاز صحيح. وان شاء الله يا رب باذن الله ان شاء الله يحققون البطوله هذه يا إن رب ان شاء الله. حبيب قول لي تشجع القادسيه هالمره ولا لا؟ والله دام مثل علم الكويت حاط هنا صح اشجعه، والله يوفقه ان شاء الله يفوز، انا كني فايز صحيح.
بس بالكويت لا اسمح لي اخوي. مستحيل. زين وايد. لا طبعا حياك الله معنا مره ثانيه. والسلماويه دائما اصدقاء مع القدساويه صح؟ نصني 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 بس ضدنا لا هلا ما يصير. احنا معاهم مره غاصيه وقفنا معاهم البطوله هذه صحيح. شجعنا دور 16 دور 8 ودور الاربعه ان شاء الله بالنهائي ان شاء الله ياخذونها غاصيه. صحيح. اتمنى لهم كل خير. حلو. ابو خالد قول لي، القادسية ماخذ الدوري بالسنوات الأخيرة وهو المنافسة محصورة كانت بينه وبين الكويت، ولكن بكأس اتحاد الآسيوي القادسية ما لاحظ، مرات يطلع من دور الثمانية، نهائيين راحوا عليه، واحد على أرضه وبين جمهوره والثاني هم على أرضه وبين جمهوره، اليوم نهائي الثالث برا، يا ترى يعني منطقيا يكون أسهل على أرضك صح ولا لا؟ إن شاء الله. قول لي تفاؤل. ان شاء الله باذن الله راح يعني ثالثه ثابته. لابد احنا محتاجين وايد هذه البطوله نبها عشان نكمل خزائن نادي الغاتسية. ناقصتنا البطوله هذه. احنا ان شاء الله نتعلم من الدرس اللي طاف. احنا وايد اخطانا. ممكن اول اخطانا ان احنا داشين المباراه كنا متفائلين وايد وحاطين البطوله وخارصين منها كنا. فهذا خطا مثل ما تفضل اخوي هيثم. فإن شاء الله بإذن الله لازم نحترم فريق الخصم وبإذن الله الواحد لحد احنا معزمين إن شاء الله على هالبطولة. حلو يا رب إن شاء الله بتوفيق حق القادسية. قول إيه هو احنا أسوأ يعني موقع وصلنا دور 16. حلو. طلعنا فيه مرتين من نادي الكويت. نادي الكويت بهالمرتين حقق البطولة. صحيح. في آخر 6 سنين مع احترامنا لكل دول المشاركة في هالبطولة لازم أكو فريق الكويت من الكويت بالنهائي. صحيح. في آخر 6 سنين. هذا المنطق. المنطق يقول ان هالبطوله دون المستوى. صحيح. دون مستوى الفرق الكويتيه. احنا المفروض نلعب في دوري الابطال يعني، لكن امكانياتنا فعلا ما تسمح. فهي رساله نبي نعدل الوضع عشان نلعب في مكاننا الصحيح ان شاء الله يا رب. طبعا نتعدل الوضع وكانت لنا مشاركات مميزه يعني. الكويت في كاس الاتحاد الاسيوي اكيد من الفرق المميزه، انتوا في دوري ابطال اسيا من الفرق المميزه، العربي بالبطوله العربيه اللي يمكن تكون نهائي. هي تكون الاقوى يعني بعد الشامبيونز ليج الاسيوي. انا اتوقع ان البطوله العربيه هي الاقوى. العربي يعني انا اقول خذ الكاس ما وصل نهائي لانه كان صار ظلم واضح. وايضا نادي ساميه في الانديه الخليجيه كانت له مشاركات مميزه. عندنا طبعا تقرير وهالتقرير هذا في لقاءات. احنا خلصنا من القادسية ادينا الواجب صح؟ نروح شغلنا العربي القادسية ولا هي. فعندنا تقرير يجمع لقاءات بين هيثم وبين الباوي وبين عادل والمداحر اللي بالمدرجات اللي اكيد الجمهور يحبون هالنوع من الكلام وهالنوع من التصريحات. نروح معاكم شوف هذه التصريحات ونرجع لكم. الزعيم العربي عرفناه وراح يتم الزعيم والزعيم لقب الملكي. ها مسكتوا شي لزقه فيكم مشيناها. اما الزعيم ما نمشي. الزعامه ستؤكد السنه. احنا اكثر منهم بطولات وبنصير اكثر حتى بالدوري وما نطالع احد بالدوري المحلي. خطبنا من العرب اليوم لي كلمه مع الانديه ان شاء الله. بس يعني ما راح اطوف اذا معناته خايف. راح اطوف وراح اشوفه بالتسجيل وراح اشوفه بالبرنامج. اليوم العربي هو الافضل. القادسية حال حال الساحل حال حال الشباب والكويت والسالمية كلهم، لان كل مباراة بالنسبة لنا الحين مباراة بطولة. جمهور العربي خانت حيلي يعني، صار لهم 12 سنة وهذه 13 ما راح ياخذون الدوري. انا يعني من الحين اقول لك اياها. انت السبب ان الدوري قاعد يوقف. ذاك يوم وقف اسبوعين واحنا فايزين 6-1. بالعكس يوقف زين يعني يردون المصابين. لا بالعكس. بالعكس والله هذا من صالح بعض الاندية. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد ما شفنا هذه اللقاءات. نرجع مع جاسم الباوي. قول لي جاسم، مداحر هالسنة مبكر ويقولون العربي جمهورهم أول مرة يبدون بهالتصريحات الطيبة لأن الفريق متصدر. أي نعم الفريق متصدر، ولكن هل الفريق مر بتجربة يعني هي واحدة والسالمية طحتوا فيها؟ أنا أقول لك يعني السنوات اللي طافت من اللي كان يوقفنا الأندية الصغيرة يعني. اليوم صحيح. أنا قاعد أقولها وأقولها أكثر من مرة. إحنا يعني العام تعادلنا مع القادسية، تعادلنا مع الكويت، خسرنا مباراة، سالمية فزنا عليهم تعادلنا وياهم. صحيح. إنزين اللي خذوا النقاط من عنده منه الفرق الصغيرة. لكن أنا الحين نبلش صح
وياهم بالطريق يمكن يعني مباراة سالمية لها ظروف يعني حكم انه لاعب واحد صار او لاعبين. احنا لا نبخل نال بخص عفوا حق لاعبين سالمية اثنين. هذا لاعب انت الحين هذا مصيبه اليمين واليسار تهديف هذا مصيبه. طبعا احنا نتمنى له الخير بس قدامنا ما نتمنى له الخير. ابو خالد تقول لي تصريحات العرباويه هالسنه لهم حق. جمهور يحضر, شوف ركز على الكلمه هذه, جمهور يحضر في الملعب ها, جمهور فريقه زين. انت لا تحضروا ولا فريقكم في بدايات الموسم كان زين, صح الكلام ولا مو صح؟ كلام يا ابو سعيد 100%. وانا ما الومهم, خلي يحضرون وبيحضرون اكثر العرباويه. احنا والله الحمد اوكي. انا في ملام على جمهور القادسيه انك انت يا جمهور القادسيه ما تحضر لعده اسباب ترى هي مش مهي مبررات. اول شيء احنا والله الحمد بدون فخر عندنا بطولات والله الحمد صار لنا اكثر من 12-13 سنه ما شاء الله. العربي العربي ولا بطوله صار لهم اكثر من 13 سنه ما اخذوا بطوله. لا 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 كاس كاس ولي العهد, كاس ولي العهد. انت ام 13 انت 13 سنه ما اسمعني من 78 ل 92 انت ولا بطوله على غلا. انا قاعد اخذ ولي العهد. خلي كمل انا قاعد اكلمك على البطوله اللي فيها نفس الدوري. انت ما اخذت الدوري وانت اذا فزت مباراة كنك ماخذ دوري. شوف انا اقول لك شغله, انا يعني انا لو مكان نادي القادسيه وعندي كل هالامور اللي مسخرينها لي انا بالموسم كم بطوله عندنا احنا؟ كم بطوله؟ اخذ المفروض اخذ اربع بطولات. ليش؟ لان كل شيء مسخر لي. ومن اللي قال عندي انديه تعطيني لاعبين؟ حلو انت ما عندك انديه تعطيك لاعبين؟ جدول على مزاجي. لحظه العربي وسط العام, العربي وسط العام كم لاعب جايب من الانديه؟ من برا من داخل الانديه هذو بطاقاتهم شروا بطاقات طلعوا برا وياو العربي. حلو. اما الحين انت فغير هذا باني فغير اطلبوا القادسيه اطلبوا القادسيه عشان ما اعطوهم وقفوا ثمان مباريات. لا لا لا, لا في عنده سبب ثاني ما نبي نتدخل بالاتحاد. عفوا ابو سعيد احنا من اللي يقول لك مو قاعد ناخذ ربع بطوله, قاعد ناخذ ربع بطولات. وانا قلتها لك بكذا لقاء وراح اقولها لك باللقاء الحين ولايف قدام الجمهور. احنا يا اخي الحسد مذكور. هالسنة مثل ما قلت لك احنا بناخذ ثلاث بطولات والبطولة الرابعة بمزاجنا بنعطيها اي فريق. احنا كنا ناويين نعطيها السالمية بس الحين ما احنا معطيها السالمية. تدري ليش؟ بنعطيها الكويت. نعطيها الكويت عشان جمعة سعيد. لا 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 عشان لا 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 عشان عشان السالمية بعدين اعطوا بطولة عشان محمد ابراهيم راح شو اسمه راح الكويت بنعطيها البطولة. راح نرجع راح نرجع عندنا فاصل بس وراح نرجع مرة ثانية وقبل لا يشتد على قولتهم يحمل الوطيس. راح معاكم مشاهدينا الكرام وعندنا فاصل, نطلع الفاصل ونرجع لكم. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل, كمل حوارنا مع ضيوفنا طبعا. ومرة ثانية نرحب فيك يا هيثم. وشفت الكلام اللي دار ابو خالد يقول عين والباوي يقول كل سنة توقفنا الفراغ الصغيرة. هو كلام منطقي صح؟ لا لا شوف هي الكرة ما فيها منطق. شلون؟ فيها عطها تعطيك. حلو. ما في شيء اكبر فريق يخسر من اصغر فريق اذا ما اعطى الكرة حقها. حلو. اشوف القادسية بالفترة الاخيرة او خلينا نقول اخر 15 سنة انزين كان القادسية العربي الكويت كاظمة. حلو. بعدها بثلاث سنين اخر 12 سنة اختفوا العربي وكاظمة انزين تموا القادسية والكويت هم الاكثر تنافسا. يعني اي سنة 2000؟ اي 2002 زين. سالمية هذا في عز السالمية 2002 سالمية يعني مع احترامنا لاخر دوري خذا 84. لا لا 84 84 ما اخذت 2000 اوكي 2000 الدوري لا دوري لا لا الدوري ما خذيت 84 اخر مره العربي 2001 انزين من 2002 للحين القادسيه والكويت يتبادلون. السنه الصراحة خل اقول لك شيء في طعم حلو. حلو لما السالميه يدشون والعربي يدشون والكويت والقادسيه والجهره. اول خساره منه ترى الجهره لغايه مباراتنا اللي طافت ما خسر ولا خساره. صحيح. حتى صليبيخات صليبيخات نفس الشيء اول خساره. اي نعم. فاحنا نقول القادسيه تعثر بالبدايه وما يطيح الا الكبير. صحيح. ومنو اللي يطيح؟ منو اللي تكثر سكاكينا؟ الجمل. حلو. بس راح يطيح. عرفت؟ فهذا القادسيه الحين جاي. العربي من حقهم. راح يطيح مع العربي. من حقهم. يحضرون ويتعبون لان فيهم شوق لبطوله ما
ما راح ياخذونها بعد هالسنه. خلاص على اي اساس هذا؟ ها؟ شاغل قراءه المستقبل هذه شنو يعني؟ شوف انا عراف. انا قلت له انا ساحر وتدري سويته واعطي نتائج هذا يذكر. زين يعني توقعت سالميه يفوزون عليكم؟ اي انا قايل حق الربع قال لا سالميه احسن من جمعة سعيد مو سالميه. لا لا مو لا لا فريق السالميه كله عنده عناصر جيده ونادي السالميه هذا صراحه نقطه تحسب لهم. صحيح ناس اجتهدوا واشتغلوا اشتغلوا هذا الفريق بس النفس الطويل وين؟ مع احترامنا لكل الفرق القادسيه والكويت. حلو الكويت يعني من حتى هالموسم؟ حتى هالموسم حلو شنو معناته النفس؟ راح بس خليني اقول لك شغله ما قاطع كلامك الا بالخير، النفس الطويل معناته الدكه صح ولا لا؟ اليوم العربي عنده احتياط راح اجيب لك دليل، ذيك السنه قبل ثلاث سنين العربي خلص القسم الاول متصدر بس ما عنده احتياط متصدر مو هذا هو اربع سنوات ما عنده احتياط خلص القسم الاول متصدر سبع جولات ايه بس انه وقف الدوري كاس الخليج اللي في اليمن انا اعطيك العام زين العام العام الكويت كان متصدر علينا فرق سبع نقاط انتهى القسم الاول فرق خمسه صحيح خذينا الدوري فرق خمسه عوامل النفس الطويل صارت يا النفس الطويل موجود صحيح. عندنا فريق والكل يشهد بهالشيء احنا عندنا 11 بالملعب ودكه مميزه وعندنا ثمانيه صح. مميزين برا في لاعبين بالقادسيه اللي على المدرج لو يروحون نادي ثاني مع احترامنا لكل الأندية يلعب اساسي حلو وهذا اللي صاير والسالميه النصر والسالميه صح. طبعا احنا ما نقول هذه منا عليهم لا يستحقون اللاعبين راحوا لعبوا وبرزوا والله يوفقهم حلو. بس انا اعطيك ان نادي القادسيه نهر جاري حلو ما لا تقول يا حبيب غلوف بس كلامه هو صحيح بس لازم يعرف انه في شغله ان الكابتن محمد ابراهيم هو سبب اللي طلع مواهب الواعيب وتوظيفهم اماكن هذا الانسان مخ الله يهني نادي الكويت عرفوا انه يبون شخص رجل المناسب في مكان مناسب حلو معناته راح محمد ابراهيم ما في بطولات حق القادسيه؟ ايه القادسيه خلي يفكر الثالث الرابع انا اقول لك الموسم صدقني القادسيه انا اقول لك القادسيه خلي يسولف لا لا يسولف تفضل خذ راحتك حبيبي انا انت تقول عراف انا حبيبي كشاف انا كشاف مثل ما قال اقول لك انت تقول نتائج عطني نتيجه اربيل وش اسمه ما عادي ايش تبي اعطيك اياها؟ كم 3-1 القادسيه والله ان طلعت السالفه هذه عشاك مني عندي انا شنو عشا تجيب دياي بدينا لا حبيبي عشا العربي عشا العربي زين بوفيه اللي سويناه خذنا الدوري الملعب كله حق الجمهور بعد نص بعد ثلث الكويت عفوا عفوا بسعيد احنا عندنا احنا الله يشهد احنا مشغولين بكاس اسيا أوكي. احنا كذي احنا مشغولين بكاس اسيا يا العربويه ويا السلمويه ويا 13 فريق لازم انتم تسووا عفوا كلنا معاكم خلنا نقول لكم عندي خلنا نقول لكم خالد اوكي العام خلنا نقول شوف انا لحظه كلنا معاكم انا اتمنى شغله خلنا نقول لكم اللي عندي اسمع يا اخوي بد ان شاء الله يا رب حيل الله تفوزون تاخذون البطوله بس لا سمح الله الحين انتم هالاستعدادات وما ادري شنو واحنا نفكر بلا طيب العام لما ما اخذتوه بطوله خدم طيب اشوف رده فعلك شلون الحين خذوا نادي الكويت بطوله في بدايه البرنامج اسمح لي دولي في بدايه البرنامج قلت لكم بطوله دون مستوى الفرق الكويتي عشان لا ناخذ الحوار من بعض تفضل ابو خالد بعدين بنروح على القادسيه بقول لكم يا 13 فريق القادسيه مسؤول ببطوله مهمه كاس الاتحاد الاسيوي كلنا معك اوكي ما اختلفنا شنو بيننا وبينكم ترى نقطتين نقطتين بيننا وبينكم فما بالك لو هذه البطوله مو موجوده تدري احنا كان شو مسوي فيكم؟ كان باقيكم 10-0 ورا وين؟ وين؟ احنا بعد السقف وعدنا طبعا شباب بس عشان يصير ترتيب وعدنا حياك الله معنا وتدري هذا ديربي بكل شيء ترى احنا الملعب انا قاعد بين منافسين المدرج ديربي حتى بحكيهم يا حالات الحكي من جمهور العربي القادسيه المية اليوم مع هالوحش هذا الله يخلي لكم ان شاء الله يعطي الصحه والعافيه جمعه سعيد اللي يعني هني الشباب يتعلمون فيه وهناك يتعلمون فيه نفس الشيء السالميه قادر يكمل يقولون السالميه ما عنده شيء على اللي قاعد يسوي سعيد يعني بقياده الشيخ تركي اليوسف حلو بنى فريق واجتهد حلو وهذا الزبده طلعت صحيح اي يعني صار ثلاث مواسم او ما مسك موسمين بين الحين السالميه محترفين جهاز فني وان شاء الله نتمنى لهم كل خير يعني حلو
احنا فزنا عليهم 3-2 3-2 جمعه سعيده جمعه سعيده. انا ظروف والله صار جاي والله ظروف. زين شنو الظروف؟ والله ظروف والله ترقيع سياسه ترقيع ظروف. بس انت انت مو ظروف فايز عليك ملعبك انا ظروف انت صار شنو الظروف؟ فايز عليك الحماس الزايد الشحن الشحن الزايد حق اللاعب اختبار صجي اختبار صجي الفوز خلاص بالمخبر فتح النص ولا جمعة سعيد شنو اول جيم شنو والله ماسكينه مضيع بس الظروف مباراة ترى اقول مباراة 90 دقيقة لا بس خلينا نقول شغلة حبيبي خلينا نقول شغلة اليوم انت اذا بتنافس ما لازم تفوز على الفرق الصغيرة مع احترامنا لهم وهذا المهم المهم انت اذا فزت على السالمية راح تطيح السالمية اذا فزت على القادسية راح ترد القادسية تصعد فوق اليوم انت اول اختبار قدام السالمية بس والله يا ابو سعيد صدق اني انا خسرت الحين مع السالمية والله العظيم انه خيره على اساس اني اعدل انا دفاعي ونصي وهجومي قادم افضل والدوري عرباوي صدقوني هذا ترى اللي قاعد يصير ترى قشمره ترى هالسنه ان شاء الله ايش فيك راح ناخذ دوري وضح الجمهور العربي الوفي على الجمهور ارفع راسي الدوري موجود لكن مباراه واحده والنسر مباراه واحده ليش ما خليك تكلم فايز عليك يا مستانس فايز العربي فايز على القادسيه حق تكيس من زيد ثلاث نقط الكويت كان بداية الموسم خلاص الحين باجينا الفرق مو صغيرة يعني مع احترام لهم ما تدري والله يوم الخميس مع الجهرة ان شاء الله نطوف الجهرة خلاص خلصنا منهم من كان يقول الكويت يتعادل انا اقول لك شيء ابو سعيد حلو انك قاعد تحكي ان عربي وسالمية وكويت وقادسية وان شاء الله نفوز على الجهرة يقول راح نفوز على الجهرة ان شاء الله نفوز على الجهرة التنافس هذا يرد ايجابية علينا صحيح كأندية على بعض يرتقي المستوى وكان منتخب ممكن يستفيد بعد سنة سنتين بلاعبين يصعدون هالانديه صحيح راح نرجع ارد واقول ايه؟ كلمه واحده للكل ايه؟ لا صايل تلحق تالي يا ابو سعيد حلو حلو زين بس انا اقول لك ترى اللي قالها متورط الحين اللي قالها متورط ملاقي السرج تدري ليش قاعد اقول لك ملاقي السرج ملاقي السرج متورط اخر شيء بس خلينا نطلع تقرير عندنا درجن عندنا تقرير طبعا قول لي حبيب نطلع تقرير بنشوف المسباح وبنشوف الرقصه بصراحه يعني الكل سال عن الرقصه وانتشرت هذه سامبا منصوره حتى يا اتصالات تلفزيون الراي شلون هالرقصه وشلون هذا قول لي اول ما والله اول شيء شغله عفويه وثاني شغله طلعت من القلب لاني انا حب نادي مخلص حق نادي العربي هلا وصدقني لو مهما يصير 12 سنه وما اخذ دوري صح ولا لا حبي يزداد يا سلام. اخي يا اخي يا سلام. انا ما ادري يعني ظلي نادي العربي ظلي هل ظلي والله ظلي افتخر يا جماعه اللي يحب نادي العربي يعرف معنى الحياه هلو. نعم نعم الله يعطيكم العافيه نعم. والعربي زعيم والدليل على ذلك انزين اي بطوله تنفتح لازم هو اللي المقصر عرفت الحين ليش يا ابو سعيد استانسون بكل قلب كل هذا مثل ما قلت لك كل مباراة يفوزون فيها او يتعادلون فيها كنا ماخذين بطولة فهذا المصباح شنو سالفته المصباح شنو سالفته قبل الحديث جاسم محمود بس قبل المصباح مسعيد شوف المصباح باعتراف ترى من زمان انا والله خاف من المطلع طلعت بالضبط باعتراف فريق ضدي ما قلي عليه شوف المصباح هذا وانا اقولها قدام المل مو هذا طبعا هذا اخوه الاصلي الاصلي موجود شوف كل ما يطلع هذا المصباح ولا فريق راح ياخذ بطوله الا بمزاج القادسيه وهو اللي ينقي من الثاني والثالث انا اقول لك هالمره طالعه مصباح محلي ولا محلي ولا اسيوي موجود شد حيلك على يبغى والله موجود شو اسوي طلعه وحطه هني ثاني حطه هني ثاني سواه قال رمعك مشاهدينا الكرام وعندنا تقرير طبعا يجمع من اللقاءات المميزه اللي كانت معنا لقاء للاخ حبيب غلوم العرباوي والرقصه الشهيره ولقاء حق محمد الكندري والمسباح الاشهر نروح معاكم شوف هذا التقرير نرجع لكم في وراهم وراهم شو جماهير العربي وواحد واحد متصدر مفروض تفوز ما تعادل صح ولا لا صح مشكلتكم اليوم والله يرجع العربي حق ماضية ولا لا يرجع حق الخسائر يرجع أفا يا أبو سعيد هذا الزعيم ما عرف تعادل أحد الحين هذا يمرض بس ما يموت نفس غيرنا ايش قاعد يقولون شوف ايش قاعد يقولون زين هذا الأول الثاني جاي إن شاء الله والثالث جاي والرابع جاي فحيل حط عليهم جول تبطل شو اسمه لازم فريق 11 لاعب هذا هذا
2-1 هذا هو 2-1 اقول لك انا عندي احساس يا ابو سعيد والله العظيم الجمهور هذا متعطش حق البطولات انا اقول حق الاتحاد الكويتي في دوري ولا لا في دوري ولا لا دوري دوري يا لحظه هذا دوري كاس وهذا نبي الخم ناكل ماكو انا جاي هني ويا يزد مالت البحر اقول حق الاتحاد الكويتي قولوا لي حجم حجم بس حق الدرع اساس حق انظف بس الطاوله اللي موجوده هناك يا جماعه الخير الجمهور هذا القوي الوفي معقوله ما ياخذ دوري راح ياخذ وياخذ وياخذ راح نرد امجاد 82 هدف الثاني للقادسيه 2-0 عدت اليوم ابو سعيد هي معديه على الطرد زين عدت معديه يا ابو سعيد هذا القادسيه شوف يا ابو سعيد خليني اقول لك شغله احنا كانت عندنا مشكله قاعد نفكر بالكاس الاسيويه والله الحمد وصلنا للنهائي بس الحين اقسم بالله بحذر 13 فريق ان لا احد يوقف قدام القادسيه شوف بقول لكم انتم عندكم لعب قاعد تلعبون خوش هي الجهره والفرق الثانيه ليش قاعد تضيعون قدام القادسيه اذا انت تعادلت كأنك انت غالب بس بقول لكم شغله ترى كل هالمده انا مو مطلع هذا فاقسم بالله مربط 13 فريق بهالمصباح والله ان ما حد راح يطوف القادسيه والقادسيه راح ياخذ كل البطولات بس احنا عندنا مشكله يا ابو سعيد العين مذكوره بالقران يا اخي لازم ندز لنا بطوله كذي حق فرق من الفرق ابى بشرك هالسنه بنعطي السالميه بطوله من بطولات بس بمزاجنا احنا رجعنا لكم مشاهدينا الكرام وطبعا ما شاء الله الوقت طار معنا وهيثم ارجع لك مره ثانيه وخلينا نقول المدرب الجديد الاسباني جماهير القادسيه بعضهم يقولون اضفى بس بصمه حق القادسيه البعض الثاني يقولون اللاعبين مو فاهمين خطته يعني هو في شوف في يعني تعودوا اللاعبين على الكابتن محمد ابراهيم الجنرال حلو يعني المدرب غير الخطه مره واحده حلو فها يبي لها فتره على ما يهضمونها يعني واعتقد ان المشكله ان اللاعبين فعلا مو هاضمينها لان الدليل انت قاعد تقول وتدش عليك قوال صحيح في خلل فان شاء الله مع الوقت يهضمونه واعتقد انه في عنده بصمه يعني وشفنا هذا الشيء في بطوله كاس الاتحاد الاسيوي يعني احنا خذينا حيف ربعنا عيال الكويت نادي الكويت من الفريق اللي غلبهم غلبناه نفس النتيجه على ارضه صحيح هم خسروا 6-1 احنا فزنا 6-0 فخذينا بثارهم فاحنا انا اقول لك شيء يعني هذا يعني اعتقد انه بانتهاء البطوله الاسيويه اللي هني بالديره خافوا حلو من قصدك يعني الانديه كلها حلو اللي جابلناه ينطرنا القسم الثاني واللي ما جابلناه يطق اللطمه ويقعد حق طالع من المدرج شيء مفتشل حلو هذا بالقسم انت باقي القسم الاول والقسم الثاني سواء بعد بطوله الخليج او المباريات اللي راح نلعبها مني لي بطوله الخليج او بعد بطوله الخليج يلا احنا بنكفخ ونمشي قبل اطلع تغريد قول لي احنا بنصوتر هالمره انا اقول لك لك مباراتنا مع القادسيه لك مني تذاكر مسرحيه مجانيه كفو راح نشوف ايش راح ابيك بس طالع مرمش كذي كذي اذا اخذوا كاس الاتحاد الاسيوي ويوقفوا التشييد كاس الاتحاد الاسيوي شو يصيدهم حلو بعد لك القادسيه اذا اخذوا كاس الاتحاد الاسيوي ودفع حق المنتخب لان الحارس منتخب دفاعات منتخب الوسط هذا كلام وراه شيء لا مو وراه شيء بالعكس اذا خذ القادسيه انت قصدك شيء ثاني زين اذا لاعبين القادسيه زينين ياخذون المنتخب مو مشكلة لاعب القادسيه بالمنتخب اوكي مو مشكلتهم اذا هم زينين اذا هم زينين يعني الحين اكثر من مدرب قران فييرا التسعينات كان كاظم ما شاء الله 8 السالميه كانوا 6 العربي بالثمانينات صحيح بالعكس القادسيه اذا خذ كاس اتحاد دافع حق المنتخب راح يبين كاس حلو اروح مع طبعا عندنا تقرير راح معكم مشاهدينا الكرام وكالعاده تقريرنا مشاهير شو وفي هذا الاسبوع معنا الفنانه طبعا شوق القدساويه نروح معاكم نشوف فنانة شوق نرجع لكم خلى عندك انزين وانا افتحها على البلوتوث انزين واذا قعدت فوق السطح افتحها على البلوتوث انا اطرش لك مسجات وانا قاعده بالكافيه طبعا انا قدساويه احب القادسيه وايد هو صدق حكم شغلي انه ما اتابع مباراه وايد وكذي بس عشقي القادسيه الله يا الاصفر الله الله يا ذهب يا الملك يا نادي القادسيه
طبعا انا من معجبين بشار عبد الله، احبه واحب اقواله صدق. هو اعتزل بس يعني بالنسبه لي لاعبي المفضل، سواء اذا كان مع المنتخب او مع سالمية. بشار يسدد، الله نورها بشار وولعها وشعللها بشار عبد الله. طبعا انا اشجع برشلونه لان ولدي يشجعهم وعشقه هم ويحب ميسي ودائما اشتري له تيشيرتات. تحول برشلوني يا بيرضي عيوني، تحول برشلوني يا بيرضي عيوني، درك مدريد لاجلي ونبس الحب لوني. تابعوني مع النبهان في وراهم وراهم شو. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وطبعا يعني ما شاء الله الوقت طار معنا. المخرج يقول لي ما في وقت. ابو خالد محمد كندري كل الشكر لك، كلمه اخيره على سريع. اشكر الراعي على المقابله واشكرهم اني اساسا ابين للفرق الثانيه ان وتذكروها ان بالصداره ان شاء الله القادسيه، بعدين السالميه، الكويت، الجهره، العربي. ذبحه العربي، ذبحه. هذا رايي ابو سعيد، ذبحه. انا كلمه اخيره اشكركم على الاستضافه، وان شاء الله اتمنى الغاسيه يوم الجمعه والسبت اخذ بطوله، واشكر الشيخ تركي اليوز بعد دعم رابطه نادي السالميه. يستاهل حبيبي كل الشكر. سعيد مشكورين، مشكورين لك وحق قناه الراي. الراي ابو سعيد، انا ترى على فكره كل ما اروح اي وزاره ناقصني اوراق، ناقصني بطاقه مدنيه ولا شيء، اطلعهم شغله واحده، اطلعهم بس الشعار نادي العربي، تمشي اموري والاولويه. قول لي ليش؟ ليش؟ لان زعيم. يعطيك العافيه هيثم، كل الشكر لك. الله يعطيك العافيه، موفقين يا رب يوم السبت ان شاء الله تروحون تردون. الله يخليك، مشكورين، نشكركم على الاستضافه، وان شاء الله الحلقه تكون خفيفه على اللي شاهدونا، ونسال الله ونسال الناس الدعاء لنادي القادسيه. والزعيم سابقا لهم حق يحتفلون بزعمتهم السابقه، الزعيم الملكي يثبت السنه اكثر. حلو، موفقين يا رب. جاسم كل الشكر لك، نتمنى لهم التوفيق. يطالبون كل الجمهور بموال على السريع. حاضر. سل الزمان عن زعيم النوادي مين؟ الزعيم عرباوي، الزعيم عرباوي، واحد ما له اثنين. هذا حلم. يقول السابق واحد اثنين 13 نادي والعربي بالصداره وباقي الانديه بنسوي لهم العافيه. وكل الشكر لكم طبعا، مشكورين، يعطيكم العافيه، تشرفت في حضوركم. والوقت ما شاء الله طال معاكم. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام، وطبعا اكيد كل يوم اثنين احنا معاكم، نقول لكم دائما انتظرونا وترقبونا وتابعونا في وراهم وراهم شو. ومع السلامه. شكرا.